في 29 من يوليو الماضي صوت البرلمان التركي على قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي المثير للجدل، لكن ما لبث أن يخرج القانون من قاعة البرلمان حتى بدأت حاليا تبعاته بالظهور مع أول أزمة تشهدها البلاد بعد إقرار القانون. موقع تلفزيون تيليوان المعارض أكد أن السلطات أغلقت حساب تويتر العائد لفروع شباب اسطنبول في حزب الشعب الجمهوري المعارض كما هو واضح أمامكم على الشاشة. لكن لماذا أغلقت السلطات لهذا الحساب؟ السبب يعود لنشر الحساب بيانا ضمن تغريدات انتقدت النظام الرئاسي والرئيس رجب طيب أردوغان وصهره وزير المالية والخزانة بيرات ألبرغ. التغريدات كذلك انتقدت تردي الوضع الاقتصادي، ليتفاجأ بعد ذلك متابعو الصفحة بإغلاقها. ونبقى في تركيا مع شجار انتهى بحادث مأساوي. القصة بدأت وسط اسطنبول بعدما دخل رجل تركي اسمه تورغاي وعمره 33 عاما، دخل في شجار مع قريب له يقيم بالطابق الأرضي من عمارة يسكن هو فيها أيضا ولكن في طابقها الأول، حيث قام تورغاي بالصراخ ورمي الكلام لجاره الذي سمعه وخرج ليبادله الشتائم بمثلها ليضج بشجارهما الشارع المقيمان فيه. غضب تورغاي استشاط حتى اختل وفقد توازنه وسقط من الشرفة. نتابعه.